الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. قد حزنا نيتنا والله لباتنش. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالثبات على التقوى إلى الممات، وبأن نستعد لذلك ليوم عظيم. يسأل الله سبحانه وتعالى يقرآن آية بيم إيمارينا إلا ونموت كيسين إيمان بي أي الله فرت بنسرتي كتا أذوك سم قدير أيام لين يتا أيام لين تأبن اللي كتا ليوم عظيم الذي لا بد لنا منه. يتا قدير أيام أخوي ستكل لنا أيام تيوي يأمرنا بأن نتهيأ للآخرة، ويخوفنا من ذلك الموقف الذي فيه في موقف القيامة الشمس تدنو من رؤوس العباد. أذوك سنجد موقف فترة خبزة البيموي الله وتفراري نبي آخر ليم تأبني الكتم إيمارينا يتا موقف فيخ إيروي قافيات أروسي بلكم تلبازت أيام بي حتى تنزل من مكانها البعيد حتى لا يبقى بينها وبين رؤوس الناس كما ورد في الحديث إلا قدر ميل واحد أي إلى نحو نصف ساعة. إيروي يروحك التايزي بلكم تلموي قافيات أروسي بلكم تلبيعتوي قافي أروسوا إير ما بين بذا المسافة ويروحك الصخوي نصف ساعة كعستاوي في حديث بزجيجة لأن كنت ببعتين ده. هذه المسافة التي تكون بين رؤوس الناس وبين الشمس ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم تبقى فوق رؤوسهم ليس لها غروب كما في هذه الدنيا. إيروي أزو أيام تبو أمتوي حوجي الدنيا بإير تبو أكوي لكن وي قافياش بأروسي بلكم ذات يام تبو أمتوي إيروي أزو كتب انتاويت نبرازات. ومن الناس في ذلك الموقف من يغرق في عرقه ولا يموتون. يسوي أسؤاش ما بين بيوي وزيز زيوباتين في حبك أيوزارش حلوي يمو كفيوي ولا يموتون لكن أخوي يموتوا ميلوي أحد سلم الضد بيموت ترخب لامل يموتوا ميلوي. وكل إنسان في عرق نفسه كتا حزم مشاوى وزيز زو بين تتحبك أزان باتين تا أحد سو أحد سو زاد إن كامل باتين تا كتا زم مشاوى دنيس زو بين تتحبك أزان مشاوى دل حزو كت بين تا وزيز زو يحبك أزان باتين تا إذا حزي وزيزي إلى وقلب زي حبك إحنا بايو إذا حزي إلى وحمبورت زيوي إذا حزي إلى ومرمر زيو إذا حزي إلى وأكزي حبك إزالة حلو باتين تا أحد سوزي على سوزي كفن يليت أمين باتين تا إنت زوم مش عاوة دنيا السوب إنت باتين تتحبك آزان. فليتق الله تعالى كل واحد منا يلا بايتي بيك إنت أحزنا الله نفربي وليتهيأ لذلك اليوم بالتزامه بالواجبات بالتزامه بالفرائض وبتجنب المحرمات. كتا حزنا الزوج دير ذي أيام لي بتأمن اللاوي أي الله زي مري نشيء بمتي مرمى زي خطري نشيء بمت خطر بمتين تا أي دي الحبين مروحك بيوي. وإلا فانظروا وتنبهوا نحن في هذه الدنيا وفي بعض البلاد من يموت من حر الشمس حوجي بحاجي بأقاردو بي إذا الدنيا بباتينتا إذا حد باداش بيوي إناوا إيرويك زي بباتينتا يموسى موي يموسى بسحق بي. وأما ذلك اليوم فددنوا من رؤوس الناس مع قوة حرها ومع مسافة القريبة التي تكون بينها وبين الناس مع كل ذلك لا يموت. لكن أزو أيامي إيروي يروحك التاي زيبي لكم تلموي قافي أروسو بيوي لكم تلباما إما المانك إيثيم تماغ داما أزو بيزوزو ويموت ملوي أزو أيامات أزو تاي بموت إيلوم وي إنه متماغد بيم يموت ملباتين دا لكن الدنيا بيوي وي إيروي تيموسا ما ويموسا الحلوي لكن أزو موقف فيخ
زخا سئل ما قد تعذرون باتين تا يموتوا مدبي موتوا أزوا سابي الله الخلق أبي أم باتين تا يموتوا مدبي مع كل ذلك لا يموت مع كل ذلك لا يموت الإنسان يكد تامي ترخب ما يكد تامي يخوني ما بي أصول دي موتوا مدبي أزوا سابي فليتق الله لينجو من ذلك الموقف كل واحد منا قبل فوات الأوان يلا باتبي كتا أحرزنا الله نفربي الزو موقف في باتينتا مثل خشنا نار جروم وقت حلف إما يلنا أخب بيوين الدقايمة وبسنا نشوي قبل فوات الأوان في هذه الدنيا حوج أخب باتينتا الدنيا بيسان لك دباتينتا وقت حلف إما يلنا أخب بيوين الله كفوين لقرق بما توبسنا أم نشوي الآن إن قهرت نفسك فأديت الفرائض أديت الواجبات واجتنبت المحرمات قاسيت ما قاسيت في هذه الدنيا من الآلام والبلايا صبرت وثبت على طاعة الله أخي الدنيا بيبي نفسي خاو درك آشخ بيما أدي لك خيمة الله زي ما ريخبت هي مرخمة زي خطر ريخبت خطر خيمة زي خشيت إنكين بورد بخنار جروي حتنام يخني بلا أم يخني يزي بورد بخشي وتأرخي مبي صبري آشخي ما الله زي ما رقطاع بي ثبت قنار جرخوي فإنك إن فعلت ذلك في هذه الأيام القصار تنجو وتربح في تلك الأيام الطوال حوزي الدنيا أيامي سي حتير انتابي يي الدنيا حتير أيامي سي بي يي شي ودلخي ما إلا وتمودك إيسي يي بيبي ثبت قنار جر يتقو دور ذاتي أياماش بخوي تسلت إموي ريكي انتدين زغطكو نخفي ثم انتبهوا أيها الأحبة ماذا يكون التعب في الدنيا إلى ساعات وأيام بل وإلى سنوات عديدة حيث بي أقارد بي إيمان حركات شي بي حوجي الدنيا بي أي كيس انتابي تأبتقو نوزاقو ساعاش لي أيامش لي أما تاش لي انتابي تأبتقو نوزاقو ماذا يكون هذا أمام الخلود الأبدي في النار يمي الدنيا ساعاش وأيامش وأما تاش لي تأبزخان خوبي جهنم إساس ليبي من زين تيبي أحشي زين أنتين بيزي ماذا يكون تعبك في الدنيا فيما أنت فيه من البلاء والمشقات ماذا يكون هذا أمام الخلود الأبدي في النار في جهنم حوجي الدنيا بيبي تأب مخنا خاما يب بلاء ورد بيخبرون إنك حلبخ نار جروم يي بلاوات إنك زوا تأب خاوي يتجهنم إساتما زلالة من إسبة التايلة يمي من زنجوي أحشي زوم التامبي في تلك المواقف التي لا يسأل حميم حميما الزوبي موقف التايبيوي أحدث زيت حبربة أيام تابي أحدث كتب زيشبة أيام تابي وذلك الموقف الذي لا يلتفت فيه الإنسان لقريبه لأهله لأصدقائه أزو أيامي أحد أسو أمباتين أحد أسو كتب يا شو ميدوي لا قريب زو ولا أحلاي سو ولا مريناي سو يم موقف أيامي أحد أسو كتب يا شو ميدوي بل كل منهم منشغل بنفسه كتا حظو مشاوى نفسي زو بنتا بشغل أزال الأم تقول نفسي نفسي الأب يقول نفسي نفسي كتا حظو مشاوى نفسي نفسي بدل أيام تابي آيون ولدي ذو كتبتها شو ميتوي آيون ولدي ذو كتبتها شو ميتوي كتا حظو مشاوى روحي بدل أيام تابي دينا أنت تقول نفسي نفسي أخاخمي نفسي نفسي تلاخوي أحدثم كتبتها شو ميخوي ومن كانوا في هذه الدنيا قد ظلم بعضهم بعدا كانوا تعدوا الحدود وأساءوا وظلموا وعصوا كيف يكون حالهم في ذلك اليوم حوجي الدنيا بيبي أتبتزيو يزيلم زالاج إنا وأصول ما زيلم بيبي حدي بتماي زالاج أصول لأري يخون زالاج أصول يزيل مزالاج بي أصول بيدل حزالاج يي أصاش بي جيش الزمو كيف بيبي حازي مكتبنا اسمعوا لقول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يس أحد سنزالي كود أحد أصوبك أتبع شو ملوي
كنت زن باكين ليسك بعض الأيام انت أحدث شير الميحي زال إيلون بي كنت زن نفسي يد بعض الأيام انت بي يهرب منهم أحد صوم إحدى وقتهم يا سالين ولا أو أي زو بيسك زال حل ولا صاحب زوبي ولا والداي زو بيسك زال حل بي كنت زم مشاوى نفسي بعض الأيام انت بي يهرب منهم ماذا كانوا في الدنيا قد ظلم بعضهم بعضا يبي يسك زال شيء ما ناش انت يو الدنيا بيسان وقتهم أتبت إزيو يزلم وزناراج خانوا جروي زرع وساوي ظلم زو زيت حبرك وتفي حق زو زيت حبرك وتسك عالبي أما الذين كانوا في الدنيا من الأهل والأقرباء قد اجتمعوا على طاعة الله ولم يحصل منهم ظلم منهم لبعضهم فهؤلاء لا يفرون من بعد هؤلاء لا يهربون من بعد لكن الدنيا بيبي يي أحلى شواء يكون رؤوس آيسوي الله طاعم وشل الدابلما يستعمت زنارا شوي أتبت إذيو ظلم باتي تزلاشاش في زلتاشاش خانو قروي جيش على ماشوي الزوم أو كيف بيت إجي سكون ملوي زياش ملة الدنيا بتعرف قد زوزو طاع النار أي الله طاع زو النار دي دابا دياش بيتين دا أتبت إجي مزون ملت هاشون يلي أبي زياشوي زترا أسامي أتبت إجي سكون ملوي ما ناش إنت يسق زلاش الدنيا بتعرف أتبت إجي زلام وما بيتين دا أصول اللي بي أري يخون زناراش الزياش إنت يسق زلاشوي انظروا أيها الأحبة الولد إن كان ظلم أمه يوم القيامة يهرب منها حجبي الدنيا بي أي أحد ولدي بي آيزو زيزيلا مخانا قروي جيشا ماشوي آيزو بسكال بي من لن تسكازا لأنه يخاف يفرع بي لأنه يخشى أن تطالبه بحقها من ذلك اليوم ولدي بي آيزو بي سكازا بي أزو أياما شوي حق زي إذا تتحب راك وتنتابي الدنيا بيسالك أنا زيزيلمي يا زيزيلمي حق وإذا تتحب راك وتليبي يسكالبي آيزو بولدي سكالبي إذن العاقل هو الذي يتقي الله يسأل كلمة بلحمان انت الله لفرز البات انت فاحفظ بصرك واحفظ لسانك واحفظ يدك واحفظ رجلك واحفظ بدنك عن المعاصي عن المحرمات عن الآثام يي الله سات يقو سات الكام خوم كحروبي إن خوم أراد خوم إجوا إجر خوم سات الكام خوم دل حبيم حرام شيء إياش بيم كحروبي واحذر ولا سيما في هذه الأيام في هذا الصيف الذي وللأسف الكثير فيه من البنات والنساء قد خلعن ثوب الحياء بتهليوي أخواتيوي يي إيه أذن رباتين تيجي ذا الوقت بيوي يزوم سيف باتين أي ثمر بجيح سوبي روح بينقر رح البي فيز بيبي برح يسال انت اي بجيح سوبي يي وقتي وي روح بينقر رح البي بجيح كحتاش بجيح اندوشاش يي وقتي وي اي ثمر جديد يو كيسي وي روح بينقر رح البي من لي زخش وقت قوف يخونو ما بايت انت حرام وا منكر ومدلق نزال وكدا يي ثمر ينقر رح البي ويتباحين بالمنكرات يسبي يي سيفي بيبي يي ثمر بيبي منكرو باتين تام موش اللي مسرات اللي يزالو قدان تاوي روح بيقول روزان بيبجيحك حتى شوي وما أدراكم هذا الصيف الذي قد استعد له كثير بالمعاصي والمنكرات والمحرمات من التيبك يا خوي يي ثمرو بجيح وصوبي مدلحلي منكر موشلي حرام موشلي يدق دب الحي موشلي بي أبزا يا موي ينقور زان حلوي بدل أن يتفكروا هذا الحر الذي لا طاقة لنا به يسوي يي إيرزيما ويتي زي باتين تا ويتي زي موت أورز موت نساوي يي من بين تبايتي متفكر الموشة لباتين تا حرام ومدلق لبي روح بيبي ينقرز الوقت انتا بي حديث بديجة لنا أشد ما يكون من الحر في الصيف من نفس جهنم يي حديث بديجة لنا بين من بعيو الدنيا بيبي يي ثمر وقت بيباتين تا يي مكتوي ايروي مكتسي باتين تا ويتي زي مطورة زموسي نساوي يي جهنم تاج على تنفاسين تاوي جهنم كوكي تنفاس تاجات إناو متماغد بتنفاس تاجات متماغد بتنفاس تاجسا إناش الدنيا بي يي ويتي مطورة مسنحش وأشد ما يكون من البرد في الشتاء من نفث زمحرير أزوكو سخة برد بيباتين تا
انا هنا كده كده نسال انا يبردي مطور يا موسى نحن يبردي من بنتها جهنم تنفعت هالقلق انت جهنم ما قدوم حل بردي محل زم حريري روزال بردي حل جهنم ليه إنا وما برد بيبي تنفعت هالقلق تنفعت يا ذاتسة إناش الدنيا ببرد نحل يا موسى نحل بايت انت يبرد يبرد نما يسا أزوك صام إنا وما تماغد بيم تنفعت هالقلق واتي هي سمر بباتين تاوي يا موسى نما باتين تا مقد يا موسى نزال ازي تنفاي ساشي سانتا باتين تا اذا كان هذا من نفس جهنم فكيف بمن دخل يسوي حوجي بي تنفاش جهنم تاج ازا تنفاش يي الدنيا بي يي وي تدي مطور ازا موسيناج يد جهنم يبوز دار اسوخ مكتين تاوي كيف بمن يلقى فيها ينسو اموي يد جهنم بيقن يوزال ابا اخوي مكت بيت اورا حدوي كيف بمن يعذب فيها الزوز تبيبي جهنم بيت ما قزال أبا أخوي أشد وأكبر نار خلقها الله هي جهنم إسات أبي إما جدير باتنسا الله زي خلق إسات الدي هذه النار لو أن شيئا منها وضع على جبال الدنيا لأذابها وفتتها جهنم إسات بي أحد تبت أسير ينسي مبي الدنيا تريلاي بياد دي نبرقر حتى قلبي أبي حمد ساش تعمى بي إسا محتى النار بي وأما الناس فيدخلونها لكن أسؤال شخوي يجي هنا مستيو بوزا لاشن حلو بي الكفار يخلدون فيها كافرات شخ زي أبد باتنتا جهنم بيت إفسا لاشوي وبعض في الساق من المسلمين يدخلونها لكن لا يخلدون فيها أظن قصد الله حسي مسلماتهم جهنم يبو آلوي لكن زي أبد تقيسو ميلوي دي الحزيو كيف ما قدو ما أزو بحرو يجعلوي المسلم العاصي الفاسق الذي مات بلا توبة لا يصل إلى مستوى عذاب بأقل كافر المسلم يخرج منها يد اللاحس مسلم دي الحزو بتوبة زلاشة بزموتا أزو عذاب بؤال دي الحزوك ايه ست ما قدال لكن كافر ايه ما تت ما قدال البادين دي الحزوك ايه ست ما قدما الزو بحر يوج عن بادين والكافر يخلد فيها الى ابد الابدين لكن كافره زي ابد تامي جهنم بكيسا زال وروسو احد قرم موت ايلان بادين قال تعالى خالدين فيها ابدا اي الله سبحانه وتعالى يي قرآن آية بن بايا كافرات زلالا باتينتا جهنم إسات بيت إسار نتلي يي قرآن آية بتي بكينا أزوكو سوم آلاي آية بن بايا وما هم بخارجين من النار يي كافرات شكوي يي جهنم بيبي وروسوي وجوبيلوي زي أبد باتينا زلالا يت إسالو كدين برادو باتينتا أيها الأحبة جهنم سوداء مظلمة جهنم ليست في السماء بل هي تحت الأرض السابعة ينسى إيمان حركاتيبي هي جهنم تأيمة إلما ما تتفرار ذات انتي جهنم سميلاي بيما التعبي زالتا جهنم سأتي دشي تحي بيما التعبي زالتا يزم إمام حاكم ورزا شو بباتينتا أما كافر يي جهنم بباتينتا زلالا باتينتا مطبورة الزليلة أزود بيت إسال قدان تين برازان جهنم هي أكبر نار أشد عذاب خلقه الله جهنم مفز بقدير ذي تأسات انتي أبيك ذي عذاب تابي الله زخلك وي واسمعوا لقول الله عز وجل عذاب يوم عظيم يسوي جهنم ذات عذاب فز بقدير ذي تأسات وقال في القرآن الكريم ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أكبر أشد أعظم يسيوك نبري قربي يي جهنم إثات بي فز بي بي قدير ما خطر زيتين تيبي تبك زيتين تيبي فهنيئا لمن استعد بتقوى الله أدى الواجبات واجتنب المحرمات ثبت على الإيمان ثبت على الإسلام تجنب الكفريات إلى أن يخرج من هذه الدنيا فاه زي مريم بزيت يمرما زي خطر يا بزيت خطر ترما إلى ويموت كاسم إيمان به إسلام به ثبت ما كفر بذت كيرح أبوي إلى وي الدنيا به يتلا كاسم كفر بذت كيرح أبى لموي الله زفر أبى يخوي تخن داوي بيو هنئ تخن داوي
أما من مات على الكفر خسر نفسه، أما كفر بي موسى الأسوخوي نفس زوزو خسرها، نفسه حطب جهنم إلى أبد الآبدين. التزوزوي جهنم لأخوي حطب انتاوي انت انتاوي جهنم بتماغزر انتاوي زلالة متئسر انتاوي ما اللي كفر بزموت أسل لبيت انتاوي. لماذا بعض الناس يريدون أن يدخلوا جهنم؟ من أنت عم يسحب أسؤال جهنم وبوء يا خشوزان. إذا غضب في الدنيا إذا انزعج أصابه الحر الشديد، من الناس من يعتمد على الله. إن وابي سحب أسؤال شوي زي حرارة يوسى أنبك أنت أحاشي ترخب لي يوموي حرارة يو نار جرم إير ويت زيبي تماغد نار جرم يمت ما قصدي الله باعتراض عيسى حلوبي والعياذ بالله. من الناس من يكفر من يسب الله، إذا حق أسؤالكم حلو الله يسد بذلك بي. من يسب الأنبياء الملائكة القرآن الإسلام أنبياءاته ملائكتاته قرآن إسلام يسد بذلك حلو بي. من الناس من يستخف بالقرآن بالصلاة بالكعبة الزكسو قرآن وصلاة وكعبة بين مسك يا سالج حلوبي. ومن الناس من يشبه الله بخلقه الزكو الصوم وسؤاش مبي خالق ومخلوق مثل زالج حلو ينسب لله المكان والجهة الله لتايوا قربتي بست زالج الزكو الصوم الله لقياس حلي زالج شكلي وصورة حلي زالج يتتهم إسلام دين وكذا تين بزالنتا. ولنكن في كل أحوالنا ذاكرين الموت يسبك إنت أحوال زنبي موتو قتلنا يسانش مخن حلب نبي فالموت حق يموت حق إنت والموت يأتي بغدا موتو خوي دقو بين تدي جازال والقبر صندوق العمل يك أبر خوي دلاغ ذن لصندوق زنتابي. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هادم اللذات أي أكثروا ذكر الموت. رسولنا صلاة وسلامة ينبربي وبايو دس حبيبي أي كت سامبا انت موتو كتبو شوبي موتو كتب موشا أبزيحو بي. واعلم أخي المسلم أن مما يعينك على ذكر الموت أن تذكر من مضى من أقاربك وإخوانك وأصحابك وأقربك الذين مضوا قبلك. موتو كتب موشا لقرقار بي يا شيخ زي شيخوي أخاخاش بيك الزنار أسؤاش موي زي موت أسؤاش وكتبو شريوبي أحلاش خووي أبوائي حاش خو ساحباش خووي قوباش خو أخاخاش بيك الزنار مزي موتاش وكتبو شريوبي. كانوا يسعون سعيك ويعملون في الدنيا عملك يو أسؤاش وي حوجي أخاخاش إن تحتاش لوزاخو ليبي ياشو زناراش وي حوجي تدلقو زاخو دلاغا ويدلقو زناراش فأصابهم الموت لكن موتو بي ففجع أحبابهم ودي زال أسؤال شخوي هياش بحمد لا يبي أخوي تحتوي فعدك نفسك فعد نفسك منهم أخاكم أزياش ما بين أزياش ما بين بيبي رخا وحلك بي ولا تغفل عن ذاد معادك ولا تهمل نفسك سدى لتقيش عمش لهمي سلك أخاك أم وشبين باتنتا أتنيئوي أحلف أيال أخوي قف في وقت خاحلف أتوشوي. وقد قيل أيا فرقة الأحباب لا بد لي منك ويا دار دنيا إنني راحل عنك. يتوا دزال أسؤاتوي يلاي زالق بي ذيكر انتابي أي من تا يود دزال سوي لاي زال موت انتابات انتا موت أحد سلمك رمل بي لا بد لي منك بي يتوا دزال أسؤاتوي يلاي زال متخويك رمل بي ويا دار دنيا إنني راحل عنك. حلفت جايي بي أنا أخوي أخاش بأخوي إتلا يا أخوي أحد قشمان إليت أخوي أي كت أحزنا محيا الدنيا ونحق من إليت أنا. ويا قصر الأيام مالي وللمنى ويا سكرات الموت مالي وللضحك. الدنيا أيام يسخ حتير أيامات انتيو يا حتير أيام بأخوي من زون تابي جزما زخ متى سابي سخرات يقول رنالوي متى بابي سخرات يقول رنزالوخ مكت بين في سحكا زخوي. فمالي لا أبكي لنفسي بعبرة إذا كنت لا أبكي لنفسي فمن يبكي. من اللي انت عمي نفسي لأخوي زنبك عمي أي ترخب شيء إذو آن لباك انت محجيج أخوي من اللي يقول ليومي لبي آن نفسي لألبق نار جرى ما انت عمي بك لنزال. أيها الإخوة
تفكروا في الحشر والمعاد وتذكروا حين تقوم الأشهاد. إيمان حركات يومي قد أبو شبي أي كنت أزوم اسمو تبحر حفل الباتينكا حشر حل يسامت بعضنا دشي حل باتينكا كنت أزوم قبر بيبي يوج بعض الأيام حل. إن في القيامة لحسرات وإن في الحشر لزفرات. أزو أيام أخوي سينا يا شالوبي سينا زوم زين فب أيام حشر بأخوي وكم زوبي إبي الزوبات هنسا كل يا شالوبي. وإن عند الصراط لعثرات يا الصراط ومتماجة لأخوي بجئت إن كتر خبر بي. حاسب نفسك في خلوتك وتفكر في انقراض مدتك خلوخا بيبي متخ حموي نفسخا أم حساب وش ذكر يا وقت بين بات تفكر أشوي واعمل في زمان فراغك لوقت شدتك يك أوف وقت سالخ تشاغل بازاق وقت إميديج يي وقت تتألف موي ينفخ ذا دلاقة ودلاقة وتدبر قبل الفعل ما يمنى في صحيفتك أحشي إما توشى بيك أدلي حيث بوي من اللي تاشا واتسينا ذاقسنا اللي كتب بقال بي يي بيك أد إما توشى بي حيث بوي تاشا ذاقشي بي. وانظر هل نفسك معك أو عليك حيجوي أقاردي هي نفسك أخاخ بحين دي مو أخاخ حدثتك موي يبحرن تبي. لقد سعد من حاسبها وفاز والله من حاربها. نفسي ذو حساب ذا شأب أخوي والله بي ذي أبد تستي بين أبراد بي. نفسي ذو أخوي حرب ذا شما زد ما حتى أبوي جيش عماش لما يرخبان بي. وقد قال سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رسولنا صلاة وسلامة ينبر بيوا بايو آكل موي بلحي لو زلمان انت بايو إما يموت بايو الدنيا ميثال بايو اسموت بحل وي نفذ الدلاقة وي أخبي وي دل قزان انت بي الظن تاوي آكل بايو أما رك أخمان انت بايو زل دلقة بي أحشن زلاشة بي كم يبقى أوف بي قزم زل بي هوازو يتخيطني ما أحشن تأفضل خانة بي زل دلقة بي يجيز ميزان انت بي أحشن زلاشة بي الله جنة يسبيني تل يغنال يسبيني تغنال يلما بي يجيز ميزان انت بي يركنك انت بايو جنة ما بو أزخشا إدي بتأبخ نما مدلك حال بيت انت آخر راحة الدنيا راحة بي قنيوم البيت انت آخر راحة زخشا إدي بتأب يغني مدلك البيت انت. صدق رسول الله صدق حبيب الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من عند الله. رسولنا صلاة وسلامة ينبر بيوا زايو بالوتك بحلون تابي سينا نسنان بي أزيوخ جزمان زي بي ملتابي سينو زاد هوا زي بي ملتا إنما الله وحي زارد بي يمتابي أزي سينو ميلو زاد بي. ذلك أن الراحة لا تنال بالراحة زاني كت آخر الراحة زي خشا الدنيا راحة موشة بيجنيا ملوي آخر الراحة خيسان إدي بتأمخ نحن بباتين تا راحة إدي راحة موشة بيجنيا ملوي. ومعالي الأمور لا تنال بالفتور لأي درجة ومرخب زي خشام إدي بيبي حيرت موشة بي ملتابي يجنيا زي فشمروا عن ساعد الجد وأعدوا العدة وهيئوا الزاد ليوم الميعاد. جهد قوشو بي أمان بيبي زكبلوا مدلقوا بي جيش على مسلم سينك أخوم تبو شو بي وتزودوا من خير الذات التقوى سينك ياش اتبع ملوح زوبي الله فرت دابي وتهيأوا للجواب حين يأتي الملكان منكر ونكير. الزو أيام لم تقبلوا بي منكر ونكير يتحبرق ذا سؤال لم جوابه أخبت أبو شو بي. وتذكروا دوما أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مستقر وأنما عند الله خير وأبقى. كده أسهم كتبوا شو بي هي الدنيا حلفت جاي انت تتبور الزات انت ولن تلزات انت أما آخرة أصحل لقار انت بات انت متبور الزليل أتا انت. فليتق الله كل واحد منا وليحاسب نفسه قبل أن يأتيه الموت. يلا باتي بي كده أحزنا الله نفري بي أخب نفسي ذا موت إما يدجبنا بيكد لأن الموت آت لا بد منه. سبب زوم يموت وي دي جالبي يموت كارو ملبي. فالموت كأس وكل الناس شاربه والقبر باب وكل
كل الناس داخله يمضخ كاسة كتنتيبي كباية كتنتي وسوك انت امي ساتي حلبي ييك ابريخ قبت انتاوي وسوك انت امي بوب حلبي سل نفسك ايها المكلف وقل لها يا نفس توبي الى الله مكلفة وبي أخاك مكلف زي تخو نفسي خاو أتحبري ما بلابي نفسي الله كفان جرقبي توبت خشوقوشي بلابي سل نفسك وقل لها يا نفس خذيني إلى الجنة ولا تأخذيني إلى النار نفسي خاو بلابي نفسي جنة كفان أليتي عذاب كفان أتوشتين بلابي سل نفسك إذا فاجأك ملك الموت في هذه اللحظة فهل أنت مستعد للقاء ملك الموت عزرائيل عليه السلام؟ كنت حقكم نفس خوات حبر وبلابي أخذ دقو بسيدنا عزرائيل ديجو لشنارة قرا أبنتش بلابي فليتق الله كل واحد منا في جسده وفي ماله يلا بايت كنت حزنا الله نفربي أمزنا بيم دنسنا بيم كل منا ليتفكر أن الأنفاس وأن اللحظات وأن الساعات وأن الأيام والأسابيع والأشهر والسنين في انقضاء وانتهاء هين نات آذانة تنفاش بين دقيقة بين ساعة بين أيام بين ساعة تزو بين شهر أم وحر بين أمتاش بين باتين دقيقة دم حلو في لالك بورا دالبي تفكر نشوي والعمر ينتهي عمري متبورا دالبي والموت قريب متم إناش بقران ده والأجل ينقضي أجل زنام يخون على المتبورة والموت منا قريب يمتخ إناش بقران تابي والرب علينا رقيب قويتخ قدر ما تابي جابي إناش ربك أنذان تابي وجهنم قعرها بعيد وحرها شديد جهنم أخوي أتاين ذيخ بك التحي تابي ويت ذيخ أبيق ذيتان تابي والموت يعمنا والقبر يضمنا وإلى الله مرجعنا يمتخ كنت حزنا أمي داب لنا زالنتا هيك أبريخ كنت حزنا أمي حفك نزال انتا الله كفوي مقرق بزناخ زي كيف انتا بيه كل منا ليتق الله كل منا ليتذكر هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد متصل كنت حزنا الله نفرما يترمذي باتن هوزا شو حديثه أم كتب نشوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين رسولنا صلاة وسلامة ينبربي وبايو جيش عمشوي بايو أحد ميشم أحد ميجامي لكل ميلوي يحرش يتحبري كيف بايو عن عمره فيما أفناه أحد تاني تحبر هذا سؤال عمري خاو من بقفخة وعن جسده فيما أبلاه قام خاو من بفشخة وعن علمه ماذا عمل به يعلم زوبي يقص زوبي من دلقبه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يجي نسو أخ مكت بديجه الزوبي حروح مكت بآجه يكت تحبر البديجة كت حزن جيش عماش يحرد سؤاله إما يتحبر أحد من جامل قال فركم البديجة ستسأل أيها الإنسان عن عمرك فيما أفنيته أخاكو تتحبر أخ عمري خا من بين تعبز قفقه هل أفنيت عمرك في طاعة الله أم في معصية الله؟ الله زي مرق طاعة وتاي ساخن أمري خاقوف خامو الله بتدر حزاق أنت أمري خاقوف خا فحاسب نفسك عن الساعات والأيام التي ضاعت من عمرك بلا فائدة يلا نفسي خاب حساب وشوي يساء أشوى أياماشو أمري خابي فايتة بلاي باتي دخلوك زاش خاوي نفسي خاب حساب وشوي وستسأل عن جسدك فيما أبليته يك أم خاؤك من بفشخة تتحبر أخبي بما استخدمت جسدك أيها الإنسان من مت إلى أنت عبيك أم خاوزتنا فخة هل استخدمته في طاعة الله أم في معصية الله الله زي مريخ طاعة وطاي ساخنت زي خيدم خامو يك أم خاوزتنا فخة مو الله بتدل حزاق انت يك أم خاوزي فشخة تتحبر أخبي هل استخدمته في نصرة الدين هل استخدمته في نصرة الإسلام دين من سلي إسلام من سلخ تنافق خباوي هل استخدمت هذا الجسد في تعليم الناس في المحرمات في المعاصي في الآثام في الملاهي مو بيك أم خاو وسوء بي حرام وابك انت درحي وتسليم لزاق انت أم خاو زي فشخة تتحب الرخوي في أي شيء استخدمت جسدك سل نفسك أيها الإنسان
من مت إلى أنت هذيك قام خاوزي تنفخها قام خاوزي فشخها روح خاوت حبروي. وستسأل عن علمك ماذا عملت به، هل تعلمت علم الدين؟ فإن كان نعم فماذا عملت بهذا العلم؟ علم خاف لما تخي زي لما تخاوي من دل خباوي، علم الدين لما تقتل ذا خان في نار جرا يي علمي بيخ من دل خبا من اشتبابي. وهل طبقت هذا العلم زي لما تخا علمي دلا قلابي أبي الخا؟ هل أديت حق الله؟ هل أديت الواجبات واجتنبت المحرمات؟ الله حق ذا شبيخ أمرخ ملخيبي زي مرخ بتي إيه مرخمة زي خطر بخشي بختخترخي. هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ أور بإيه مرخمة أري بختخترخي. هل اتقيت الله تعالى؟ الله فرخي بتتحي برخبي. وستسأل عن مالك من أين أخذته وفيما أنفقته؟ أزوك صومي يدي ندخل مكت بعديشخة أزو بحي رخوي مكت بعدخة تتحي برخوي. ستسأل من أين حصلت هذا المال؟ آي دي متئب انتاوي يدي نتوزجيشخة من الغش، من السرقة، من الاحتيال، من الغصب، من الغصب، من أكل أموال الأيتام، من الربا، من القمار. من أين حصلت هذا المال أيها الإنسان؟ وفيما أنفقته؟ ممكن بيموت انت بي يدي نتو زجيش خاف غش بنتا مروجة بنتا وصوم التالة البنتا وصوم دينتو حق بلاي منسب بنتا يتيم دينتو منسب بنتا رباب بنتا قمار بنتا بي ممكن تموت ابي بي يدي نتو زجيش خاف تتحي براخ بي الزبح روخ ممكن بقات خاوي. سل نفسك ايها الانسان، فان حصلت هذا المال من حلال وانفقته في واجب او في سنة أو مباح فأنت قد نجوت. نفسي خاوت حبري بي يدنتو حلال أوجا بزجيش خخانا قر أزو بحر حلال أوجا بأويل خانا رقر بي واجب شي إياتو أشخي باقر سنة شي إياتو مباح شي إياتو أشخي بانا رقر بي تسلت إذا خنت خبي حلال بأجيش خام حلال بأويل خانا رقر تسلت إذا خنت خبي. وأما إن حصلته من حرام وأنفقته في حرام فأنت خاسر. لكن يدنته حرام بذي سامت خامة حرام بذي جيش خخانة قروي يبي حل حرام أوقى بذوي الخخان قجر زي خسر قين تخفي. وأما إن حصلته من حلال وأنفقته في حرام فأنت أيضا خاسر. الزوج الصوبي يدنته حلال بذي جيش خامة حرام بيبي ذات خخان كنار جروم زي خسر قيم تخوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. رسول دينا صلاة وسلامة ينبر بيو بايو قرآن انت دينات مي بايو يا الله فرزا الأب ذات انت بايو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعرض تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. رسولنا صلى الله عليه وسلم ينبر بي وبايو يبي حلال بزجيش خودينات بنتاوي صدق او اج خنارا جروم الله بكيبل بخوزالوي يي حلال بزجيش خودينات بي احتي مر فرقاسي صدق او صدق خنارا جروي ازو صدق تكشو صدق او الله بكيبل بخوزالوي ازو تكشو صدق او صدق او اجري زاقوي سريقاسي عشا حلوي قدير انتاوي اجري زاقوي يي بخاري ومسلم ونسائي وراشو بيتين ذا. فإن الله يقبلها بيمينه زانة الدابة باتنتا جاري حامة تتخشبه يبي الله قدر ما تبيجا زيني زفانتا أي أسوز الرئينا بي إخلاص بي الله لباتنا شامة نستأذانا صدق آمنتا الله باتنتا كيبل بنزاف يبي باتنا تتخشبه باتنتا. في هذا الحديث بيان عظيم لفضل الصدقة وأن من تصدق مقدار تمرة من كسب حلال له الأجر من الله ولا يقبل الله إلا الحلال. يي حديث ببيان ياش لنزالوي صدق مستوي فضلي باتي فقدر أحد تمر فرق أسي باتي انت أحد صوي صدق أسات أنا رجل يي صدق أنسات وحلال بزجيجة ودينت بخانة جروي الله تكيبن بحر.
ففي حديث آخر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي أن الله كامل الصفات منزه عن النقائص. ألا حديثين دي جلينا، أي الله قدر ما تبيجا كامل صفة زالانتا نقصان صفة بين ذني زفانتا، أي بين باتين تتخشى بيو حلال بزجيج نيو دينات في باتين تصدق أنا نار انت الله كيبل بنما أدرزون قدير أنا ذا الباتين. وليعلم أن ثواب الصدقة عظيم، فلا تستحي أيها المؤمن أن تتصدق بشيء يسير. صدقة أجر زوخوي فيز بقدير انتاوي مؤمن زي تخو أيك آن يحوي تستأذق صدقة بي، ولو تكشو خان تجر زو يتستأذق بي وي تكشو انت أتلم بي أيك آن يحوي. فالنبي ذكر عظم ثواب التصدق بكثرة أي قطعة من الخبز من الخبز. رسولنا صلاة وسلامة ينبر بيوا حتى أخاف بايو بتقصي أبي قوتهم وصدقنا رجلوي الله ده بأجر زو قدير تبايو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتصدق بالكسرة بالكسرة إذ تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. رسولنا صلاة وسلامة ينبر بايو بايو أحد قافي الله ليجزل تدبوت أس أخاته قوت أماوي صدق أنا رجلوي الله ده بيبي أجرزو بدير انتاوي جبل الأحد صاريك أستي بي أجرزو زايد لحلوي يو حلال بأجيج يوم حلال أوغلا بأويل نار قرن سبت الله. فكم وكم من الناس اليوم بسبب مسألة المال خاسر وهالك حوجي وكم أسؤاش انتايو محلق لبايتي خسر مهلاك كنزانات. وكم وكم من الناس اليوم بسبب مسألة تضييع الوقت والعمر خاسر وهالك. أزوك الصحاجبي وكم أسؤاش انتيو عمر زيوبات انت دجوك أوفي بحلف يا شما يخسر مهلاك هنزالات. وكم وكم من الناس اليوم بسبب عدم تعلم علم الدين الضروري خاسر وهالك. حوجي وكم أسؤاش انتيو الله فرد ذا شبي علم الدين ضروري زتاو الململزي بخسر مهلاك هنزالات. وكم وكم من الناس اليوم بسبب عدم استعمال هذا الجسد فيما يرضي الله خاسر وهالك. هوجي وكم أسؤال تيو هيك أمزيو الله راضي يخم بازال أوقبي المويل زيو بيوي يخسر مهلاككم زالات. فاتقوا الله واستعدوا للآخرة لا تنفتنوا بهذه الدنيا الفانية. الله فرما آخرة خولم تقبلوا بي حي حلفت جيبين أتتالدوا بي ولا تنشغلوا بها عن طاعة الله طاعة تاشو زاقو بيم أتشغلق بي. فقدم يا أخي المؤمن العمل الصالح لآخرتك. مؤمن تقيح يا يوبي أرضي لا قوبات انتها آخرة لأقدم مدلقوي واعمل ما تفرح به في يوم القيامة وما تنعم وتسعد وما تكون بسببه في الدرجة العالية. جيشا ما شويتها تيشخو زال بلاقو جيشا ماش لما ترخو بوزاخو زي أبد تستي ترخو بوزاخو لأي درجة ترخو بوزاخو سبب ويدي لقوي. واحذروا هذه الكفرية العجيبة التي انتشرت بين الجهال. أزوكو صم كفر ماوي فيزب عجائب تشئمة وسما بين بيت أحزايا يبينوي تكيرحو بي إساحد قرابات انتا إساحد صاحب ولبات انت حد محاوى بيست إلي فركار يبي حر محاوى زال أبا محاوى تحبر يستطت أمس بيني لحال يستحفي الممين لحال أخلق لي كما خلقك الله بي الله زي خلق أخذ بيبي أخا محاوى يخلق لني لحال والعياذ بالله. هذا جعل لله شريكا يكو دير ذا الأسوبي الله لشريك عشا ربنا يقول في القرآن قل الله خالق كل شيء. الله سبحانه وتعالى قرآن آية ببايا كتاش زي خلق ما ذات ريخبا الله انتابي أي بني آدم ما خلق لي أحد فراقوتم إلا يي لي الله لمدح انت يي الله لفلاسوت انت كل شيء بأن خلقه بايا الله كتاش زي خلق ما ذات ريخبا الزونتا والله خلقكم وما تعملون أخا خشمات دل قوزا خد لاقا أموي ذي خلق الله انت هل من خالق غير الله
يس هي كنت قرآن آية كان النزال كنت شيء من خلق ما يتريخ بذار الله انت بني آدم مخلق لحسرة كوتم إلى كيف يقول لصاحبه اخلق لي كما خلقك الله جعل لله شريكا يكو بيزال أسوي الله لشريك عشوي الله زي خلق يحكوث بي أخخ لك لين بايتي هي الله لشريك موش أنت ربنا يقول في القرآن أنا له الخلق والأمر الله قرآن ببايا يخلق زالم الله انت يمر زالم الله انت إمرانو مخلق أم فراكوسا الله انت ربنا يقول في القرآن لا شريك له شريك زريلانت الله قرآن بي التوكينا فالذي يقول أخلق لي كما خلقك الله كذب الله يكو تنزل أسوي الله زي خلق يفكت بي أخخ لك لن ينزل أسوي الله كذا التيمة ده قرآن إسلام كذا التيمة ده انت. الله لي شريك عشاليو بجي شريك عشاليو الله خالق الإنسان وأعمال الإنسان أسوي خلق ظالم الله انت أسوي بلا غزوي خلق ظالم الله انت الله خالق هذا العالم الله خالق كل شيء يا عالم ذي خلق الله انت كنت شيء في خلق ما يتريخ بظالم الله انت هذا العالم وما فيه من حركات وسكنات نوايا وخواطر صحة ومرض حياة وموت حلاوة ومرارة حمودة ويبوسة ورطوبة كل ما في هذا الكون والعالم فهو بخلق الله يا عالم بذاتي جمئوي كشكش زنام مرقص زنام نية زنام خاطر زنام أفلتان زنام نتون حياة زنام متون يتئن زالهم يمر زالهم يخلط زالهم درق زوم رتق زوم يكت شي زوم يخلق ما يتريخ بذات الله انت يكت شي خلق الله انت لا الإنسان خلق شيئا وسوى الدمي أحشي مخلق تراكوت إلا ولا الجن ولا الملائكة ولا البهائم جنون ملائكة ولا بهائماتهم مخلق تراكوت إلا يوم اسمعوا لقول الله تعالى في القرآن الكريم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون أنت وعملك خلق لله من الذي أوجدك من الذي خلقك من الذي خلق عقلك أي الله قرآن آية بمبايا أخاك شوات دلقو ذاقو دلاغا أمي تخلق خوي آن انت بمبايا الله سبحانه وتعالى يس بني آدم مخلق لي أحفراكوتم إلى إنا شوا إنا دينا قزنا أم يخلق إذن الله انت ما نيت إنا شو تتريخ بينا الله انت ما نيت يي أقل دينا وزي خلقا من الذي خلق قلبك يي قلبي وزي خلقا ما نيت من الذي خلق يدك من الذي خلق رجلك من الذي خلق نيتك إجي زنا إجير زنا نية زنا وزي خلقا ما نيت الله انت من الذي خلق قصدك حتى نجيز ما زنا جيز ما زنا أم يخلق زان الله انت خلق لله يكتب شيء الله لخلق زانته فماذا تخلق الإنسان يسوي أسوى الدين أحشي نخلق مربي الإنسان لا يخلق شيئا أسوى الدين أحشي إن مخلق فراقود إعلام اسمعوا ماذا قال ربنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الإنسان لا يخلق يكتسب أسوى الدين أحشي مخلق فراقوت إعلام بي إنما كسب التاوية شازال أقاير مشهد حنبلاي مخلق لحد فراقوت إعلام قال أبو حنيفة رضي الله عنه العبد يفعل والله يخلق إمام أبو حنيفة أود لا قيسي الله يودد لي وبايو قافي بي إشوت وياش حلوي أز إشوت صوم يخلق آذان الله انت بي بني آدم هو ملتي خلق آذان الله انت يخلق آذان بي أنت تكتسب هذا العمل بخلق الله أخاقوي يدي لا زاوي كسبتا شحقوي لكن يخلق هذا الله تاوي الله أقدرك الله مكنك الزور شيء مو شريعي الله تاوي ذات فيركيخ الله أتفيركيخ من أشخاوي الزور شيء زخلك بيخ الله تاوي داي بني آدم من تباتين دي خلق ذا من الذي خلق فيك الحركة أخا إجي ونكنك زاش خوصا يي إجي بي كشكش موشا ما نيت زخلك الله انت خلق هذا أنو من تاني خلق ذا أعوذ بالله من الذي خلق فيك المش اجر ذنبوي مليت اذناو ما انت خلق ازال الله انت خلق ازال او ان ترفع يدك ان تحرك يدك اجي خاوك الله يحفظ موش خشقر
او اجي خاو نت موش خش خجرا يكيد تن بخلق ذات الله انت الله قرآن ببايا قل الله خالق كل شيء بايا كنت شيء بيز خلقه بآن انت نبايا الله قدر ما تبيجا يي الله لمدح انت يي الله لفلاسوت انت يي الله لمفالس انت كنت شيء مخلق الزوي زالا انت بايت انت اذا كيف يقول اخلق لي كما خلقك الله يي بحل حفي لما الله ذي خلق إيه كتبه خلق لن يوكم كتبه إلى المي يبويتي يوكم الباتين دا يكفر انت باتين دا سلام دين بيجا كيف يتجرأ البعض ويقول الشر بخلق الإنسان ليس بخلق الله كفر بالله يبين الله بمجنوة إذا حد أسؤال ينزل أشحلو شر يبوي أصون تاوي خلق هذا البلايوي اللهم أنت ذي خلق إيه بلال والعياذ بالله الله من عشو الفراق وطام عشو يكوت بايك زيبين يسنا مثلا نوخ اسلام دين بياتا وجعل شركاء لا يحصون شر بني آدم خلق ايو اللهم الخلق ايو بايتي من التايستان الله لي زيتي حلق بجيك شركا شاشدو أعوذ بالله يي بايك زوبي اسلام دين بياتا حال وقال ربنا في القرآن الكريم من شر ما خلق أي الخير والشر بخلق الله وجد قرآن بالله بايا من شر ما خلقه خير زوم شر زوم زي خلق ما زتريخبا الله انت الله تعالى قال في القرآن الكريم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الرمي الذي يفعله الإنسان ليس خلقا للإنسان أنا فحفاقما أول بيقنا رجرا يي أم مجنى يو أخلق هذا آنو من تي الله انت مجنى يو زو باتي دي خلق هذا وما رميت إذ رميت الإنسان رمى كسبا لكن الإنسان وعمله فعله خلق لله آن أون حف موشما يي أون مغني يي آن لكسب تبعتين دا لكن يي إشوتيا وأزوم مغني يي أون باتين دا زي خلق أبين الله تبعتين دا آن ما تين خلق هذا الله تين خلق هذا ولكن الله رمى أي ما رميت خلقا وإيجادا يي مغني خابيوي أخاكم التخبيت خلق ما تتريخ بذاكوي وإنما رميت كسبا هذا العمل إنما مغني خاوي أخاخ بيبي كسب انتاوي أكوائر انتاوي أخاخو من تخوت خلق هذا ولكن الله رمى خلقا وإيجادا يي مغني وزوبي ذي خلق أما ذكري خبأ الله انت هو الذي خلق هذا الشيء الزوشي وي ذي خلق بيخ الله انت هو الذي أبرزه من العدم إلى الوجود المنبرت بي كل منبرت كفين زجيجة وما ذي خلق الله انت أما الإنسان لا يخلق شيئا من أعماله أصول دي أحشم أحد لا جزو مخلق فراقوت إلام الإنسان وعمله خلق لله أصوى أصيد القازال يخلق ذال الله انت فلماذا البعض يريد أن يدخل جهنم من لن تعوي سحد أصوى جهنم وبو أي خشو ذال لماذا يستسهلون الكفر من لن تعوي كفر بالوت بزيتك إيرحو دنتي كبتما كفر سنانو يسين وزان بيه لماذا إذا غضبوا أو لعبوا أو مزحوا يتكلمون بالكفريات حرارة يقرون وتسيقن لخانام صفات لخانام كفر بالوت يسين نالو يسينام باتجي بإسلام دين بياتي في البيت دا من لن تسحدوا سؤال يسبب بجهنم وبوء يخشو زان بيت دا من في الدنيا لا يتحملون هذا الحر فكيف بدخول جهنم حوجي الدنيا بي إيرويت زي مطورة زموسي وصوء جهنم إثاثه مكتب أنت مطور فكازان أجارنا الله وإياكم منها ومن وقع في الكفر مازحا أو غاضبا خرج من الإسلام يي كفر بالوتو صفات لي يخني متفيك لي يخني حرار لي يخني أثيننا ما بايا نار جرا إسلام دين بوتا وعليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين إسلام دين كفر مدر قبله كؤت كيبو تاجو من حد حلبه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بايتي بي إسلام دين كفاية مدرقة بحنبا يب كيبو تأشو يي شهادة إسلام حدا بحر استغفار آشا نارا جير ينفحر يي بيتا استغفار آشا سجدة سومنا صدقة ستا أحد فايدام إعلام الله دبي إسلام دين كفاية إسجينا قبا بحر يا شهادة دينا قايسوم أزو بحر الله تكيب البحر بايتي انتا أجارنا الله وإياكم من النار وختم لنا ولكم بكامل الإيمان والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك المصطفى في المنام على صورته الحقيقية وفي هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعته وزيارته في قبره صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤيته يا أرحم الراحمين، وعطف قلبه علينا يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المحيا والممات، ونسألك السلامة من الدنيا وحسن الختام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.